دكتور فهد العجمي من الهيئة العامة للبيئة قسم رصد الأحياء البحرية. اليوم احنا حاليا متواجدين على السواحل الكويتية ومن تشرين عندنا تقريبا 6 فرق. الـ6 فرق هذه قاعدة تغطي الساحل من منطقة المركز العلمي إلى الدوحة. وطبعا حاليا الهدف من هذه الفرق انها ترصد جميع انواع الكائنات النافقة على البحر. ومثل ما نأكد ان النوع النافق اللي هو السائد اللي شفناه هو سمك الشم. الهدف من رصد هذا طبعا ان احنا نتأكد ونتابع الحالة اللي صايرة اللي هي النفوق الحالي اللي صاير. وايضا طبعا ننبه المواطنين ان في حال رؤية أو مشاهدة أي نوع من أنواع النفوق أو أي حالة من حالات البيئية الأضرار البيئية اللي صايرة من حالة النفوق هذه يبلغون الهيئة العامة للبيئة مباشرة ويبتعدون عن الأسماك النافقة المتواجدة على الساحل.